لو انا جيت ورجعت حضرتك لخطوات ورا ايام البنيه التحتيه، ودي مرحله مرهقه جدا، واكيد يعني في ناس كثيره بذلت فيها مجهود كبير، والدوله بذلت فيها كمان يعني ارقام كبيره جدا. متى نقول ان ما تم صرفه خلال مرحله البنيه التحتيه تم تحقيقه كعائد؟ والله ده سؤال مهم، لان احنا عندنا جزء اتحقق في الفات، ولسه في عندنا اعمال استكمال ايضا للبنيه التحتيه، خاصه في المنطقه الشماليه عند بورسعيد. لكن جزء كبير من الانفاق اللي تم كان في صوره الانفاق. الانفاق الحقيقه عملت فرق كبير جدا طبعا. جدا في المنطقه الاقتصاديه، يعني التواصل ما بين المنطقه غرب القناه وشرق القناه عمل فرق كبير قوي. شبكه الطرق العظيمه اللي موجوده حاليا في مصر، والتي يعني المنطقه الاقتصاديه او منطقه قناه السويس بشكل عام يعني مستفيده من الطرق والمحاور، كان لها حقيقه برضه اثر كبير. في شغل كبير اتعمل في توفير الطاقه الكهربائيه، في شغل كبير اتعمل في محطه، ويوم بعد يوم القيمه السوقيه بتزيد كمان بالظبط كده بالظبط. فاحنا يعني المهم ان احنا يبقى عندنا الجاهزيه المنطقه لاستقبال المشروعات بشكل جيد، وده الحقيقه اللي بيساعدنا لما تكون عندنا بنيه اساسيه قويه ان احنا نقدر يعني نضع المشروعات في حيز تنفيذ جيد. طيب هل البنيه التحتيه الان وتطورها ومساله الصيانه وفي امور حتى الناس اللي شغاله، الحقيقه الهيئه لم تتخلى عنهم بعد ما خدوا الاراضي، شغالين معاهم بكل سواعدهم، يعني هل الهيئه تحمل الدوله وميزانيه الدوله اي شيء في هذه المراحل؟ والله احنا الهيئه في علاقه ما بين الهيئه الاقتصاديه وهيئه قناه السويس، لانها في جزء مشترك بيننا وبينهم، وطبعا في اعمال بتنفذها لصالح الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، ففي علاقات ما بين الثلاث هيئات، وبعض المعاملات المالية طبعا بين الاتجاهات دي المختلفة. لكن المنطقة الاقتصادية عندها الإيرادات الخاصة بها، والإيرادات الخاصة بها في فائض منها، وهذا الفائض يعني بيستغل بالترتيب مع السيد وزير المالية. أنا كنت سامعه مع حضرتك يعني في الفقرة اللي قبل كده، وسيادته يعني برضه بتنسق معاه فيما يتعلق بالفائض الموازنة، وفي إزاي نقدر ندعم احتياجات الاخرى والالتزامات الاخرى الكبيره اللي الهيئه محتاجاها في يعني انا كمستثمر يا فندم، لما باجي اتعاقد مع سيادتك العائد ده بيدخل للهيئه مباشره؟ العائد على حسب، احنا بنتكلم في عائد بيجي من ايرادات المواني، لان احنا المواني بتشتغل بتشتغل في سفن قادمه. بتكلم على الاراضي اللي بيقام عليها المصارف؟ لا، الاراضي احنا بنقدم اراضي بحق الانتفاع. فاحنا يعني ايرادات الهيئه بتكون في صوره مقابل انتفاع للاراضي، لكن الاهم عندنا مش الايراد المادي اللي بيجي منها، الاهم عندنا هو التنميه الحقيقيه اللي بتحصل عليها. صحيح، المشروعات اللي بتتم والناس تشتغل والمصانع دي تشغل لي المواني في نفس الوقت، هو ده المكسب الحقيقي، مش المكسب من الايراد. الايراد مش هو ده المستهدف عندنا. صحيح، المستهدف عندنا هو التنميه الحقيقيه على الحد الاقصى لعقود الانتفاع قد ايه يا فندم؟ عندنا فرق ما بين المواني وما بين المناطق الصناعيه، المناطق الصناعيه الحد الاقصى 50 سنه على مراحل، ودي طبعا باعتمادات من مجلس الاداره ومن مجلس الوزراء، لكن بنبتدي بفترات اقل، لكن ممكن يصل الى 50 سنه طبقا يعني في الترويج للاستثمار اقدر اقول للمستثمر تقدر تتعاقد ب 50 سنه وتجدد ايضا وتجدد كمان. هل في اجراءات يعني مطوله ولا الموضوع بياخد وقت بسيط؟ والله انا خليني اكون واقعي مع حضرتك، الاجراءات مش مفروض تكون مطوله، لكن حاليا التطبيق محتاج نوع من التحسين، ودي جزء من الحاجات اللي احنا بنعملها، ان احنا بنحسن اسلوب اداء الاعمال. المناخ التشريعي والمناخ القانوني والتيسيرات موجوده بشكل جيد، لكن التنسيق مع جهات الدوله في هذا المجال يعني برضه هام جدا. سياده وزير الماليه كان بيتكلم مع حضرتك على منظومه الجمارك. صحيح، الجمارك جزء هام جدا عندنا، ففي توافق كبير قوي بيحصل بيننا وبين الوزاره في الماليه وجهات اخرى في هذا الموضوع. ف
يعني بيئة أداء الأعمال ومناخ أداء الأعمال بيتحسن بشكل جيد على مستوى الدولة. لكن احنا بننشد الحقيقة في المنطقة الاقتصادية ان احنا نكون الوتيرة بتاعتنا اسرع شوية، لان المفروض ان احنا عندنا الآلية اللي تسمح لنا بذلك. انا الحقيقة لازم اكون واقعي مع حضرتك، هذا التطبيق بقى بيتم بالنسبة اللي احنا عايزينها، لا انا لسه مش راضي، احنا محتاجين لسه نحسن شوية في، يعني انا محترم هذه الشفافية بتاعنا. تماما يعني، لانه مش معناه ان احنا ما عندناش القوانين التي تسمح، ولكن بس احيانا الفنيين اللي عند حضرتك بيبقى عندهم حق، لان هو عنده اعتبارات كثيره جدا، عنده اعتبارات البيئه، عنده اعتبارات الطاقه، عنده اعتبارات الامن القومي، عنده يعني بيدرسوا الحقيقه بدقه شديده يعني. ده حقيقي. لكن برضو انا لازلت بانشد ان احنا نطبق الحوافز اللي موجوده عندنا وتطبيق الشباك الواحد بشكل جيد، وان احنا نقدر نحسن بيئه اداء الاعمال في المنطقه الاقتصاديه، وخصوصا احنا داخلين دلوقتي في يعني التطوير التكنولوجي والرقمي اللي هيساعدنا ان احنا يعني نحسن هذا الاداء. فاضل كام سنه والمهندس يحيى زكي يقول انا يعني راضي تماما عن أداء المنطقة الاقتصادية، وأنها يعني أصبحت الآن يعني بتكفل بنفسها والإيرادات عالية؟ كم سنة تقريبا؟ شوف يا فندم، يعني إحنا عشان نكون واقعيين، إحنا حطينا خطة لسنة 2025، وأعتقد إن إحنا لو اشتغلنا بقلب جامد وعملنا بعض التعديلات اللي هقدر أتكلم حضرتك عليها حالا دلوقتي، اللي هيكون من شأنها إن إحنا نلتزم على يعني منتج معين وحد أدنى من الإيرادات وحد أدنى من فرص العمل والتنمية التي تحدث في 2025، ثم بعد كده في 2030. أنا عندي أمل كبير إن احنا إن شاء الله في خلال الخمس سنوات القادمة نكون حققنا، مش لسه هنحقق، نكون حققنا جزء كبير من الطموح اللي موجود في الدولة، وإن شاء الله يعني نكون كلنا راضيين عن الأداء فيه. عندنا باكورة مشروعات جيدة جدا، عندنا مساهمة مع الدولة في توطين بعض الصناعات الرئيسية في المنطقة عندنا، وأنا متفائل بها جدا، وكلها مشروعات ناجحة، وإن شاء الله يعني يكون من شأنها إنها تهيئ العمل في المنطقة، ثم ينتج عنها الصناعات التكميلية والصناعات الأخرى التي تساعد في نشأة صناعات مختلفة في سواء في المنطقة الشمالية أو في المنطقة الجنوبية. أقدر إشارة إن إحنا يعني عشان ندي فرصة كمان جيدة للحوافز ولتحسين فرص التنافسية بالنسبة للمنطقة الاقتصادية، هناك تواصل مع جهات كثيرة في الدولة، مع مجلس الوزراء، مع معظم الوزارات أو كل الوزارات في تعديلات في اللائحة التنفيذية للهيئة الاقتصادية، ودي صدرت فعلا الأسبوع اللي فات في مجلس الوزراء واعتمدت. دي من شأنها تساعدنا شوية في تغيير بعض الحوافز. حاليا في مناقشة على يعني التعديل التشريعي في القانون نفسه اللي برضو يخلينا يعني نتواكب مع تسرع شوية تطور، نسرع شوية في الأمور. فالحقيقة بنشتغل على محاور مختلفة، محاور تشريعية، محاور تواصل مع المستثمرين، مع عناصر الدولة كلها في توطين صناعات مختلفة، ويعني عندي أمل كبير إن شاء الله. لا الحقيقة بوادر النجاح بانت يا فندم، والحقيقة كل التحية والتقدير لكل العاملين مع سيادتك اللي بالفعل أنا بعتبرهم وعن تجارب شخصية واجهة مشرفة جدا لبلدنا في هذا الأمر يعني. الحمد لله. بشكرك باشمهندس يحيى، ونتمنى إن شاء الله إن احنا يعني يكون بيننا لقاء قريبا عشان نطلع على كل المجهود اللي بيقام في هذا الأمر. مهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كل